الموصل ومن المطارات المهمة جدا، أنا شخصيا داعم إليه لأنه يعتبر مطار مهم، عدد الكثافة السكانية عالية بمطار الموصل، وبالتالي احنا الحقيقة نحال إلى شركة، وهذه الشركة المفروض توقع مع سلطة الطيران المدني لغرض إتمامه. الآن حقيقة هو كلش متابع من دولة رئيس الوزراء، أتمنى أنه بس بسبب أعتقد السبب الرئيسي هو تلك بسيط للتوقيع، أنا أأمل أنه يتوقع وأأمل أنه يبدأ مطار الموصل في العمل. ممكن أكو مبادرات حقيقية للإنجاز تختلف عن سابقاتها؟ هو إحنا بالنسبة لنا كمجلس وزراء صوتنا أنه لغرض تحددت المبالغ لغرض إكمال هذا الميناء ولا هذا المطار، ولكن تدري هذا أكو إجراءات لازم تتخذها سلطة الطيران المدني بذلك.